ده النادي الاهلي اللي اللي يمسك النادي الاهلي زي موسيماني او اي مدرب لازم يبقى بدايته دايما لعبته يقول لازم نضغط لازم نخلص الجيم بدري عشان الجيم يتسهل عليه يراك في موسيماني موسيماني مدرب كويس طبعا لانه حصل مع الاهلي على بطولات كتيره وان كان في بعض المباريات طبعا يعني بيبقى فيها بعض يعني الـ الاخطاء لكن المجمل بتاعه لا مدرب طبعا كويس وحصل مع الاهلي على بطولات و... وعنده ميزة أنا أقولها لك بأمانة اتفضل موسيماني عنده التوفيق برضو عالي ودي مهمة إن مدرب يبقى موفق يعني صح. كل ما تحس إن ال... يحصل له دروب تلاقيه الطلعة اللي بعدها كبيرة زي ما حصل مع الهلال السعودي و... ومثلا فاركو النهاردة بعد الهزيمة من سان داونز فدي برضو كويسة خلي بالك في ناس بتبقى موفقة وعندها توفيق عالي ف آ... التوفيق بيجي كده ولا بيجي من الشغل؟ لا طبعا لا أنا في مقولة دايماً بقولها لعبتي اصنع حظك بنفسك م. يعني ايه اصنع حظك بنفسك؟ يعني أنت لما تحاول على الجون خمس ست مرات هتجيب لكن افرض أنت ما رحتش للجون هتجيب ازاي يبقى أنت ما بتصنعش الحظ بتاعك م. فدايماً أقول له أنت اللي اخلق فرص كتير عشان يديك الحظ لكن فرقة واقفة بتدافع ما بتخرجش مرة ال 18 طوال المباراة الحظ هيديها قد نسبته قد إيه؟ لكن أروح مرة واتنين وتلاتة حتى لو بتضيع هتجيلي يعني فأنت النادي الاهلي لا، الاهلي بيحاول على طول، الاهلي عنده احسن لعيبه في افريقيا، عنده افضل اداره على مستوى الوطن العربي كله، اي حد يتمنى ان هو يخش النادي الاهلي بسبب الادارات في النادي الآلي او المجالس الادارات اللي بتوفر كل حاجه، عندك جماهير مش موجوده في اي حته في الدنيا بحجم جماهير النادي الآلي عندك قوه شخصيه وقوه بطولات ومنشآت، كل حاجه عندك، فانت النهارده ازاي ما تبقاش انت يساعده يا, يا هنان اللي يمسك الاهلي طبعا اللي يعدي من جنب سور النادي الاهلي يا شادي بي بيبقى بي يعني بتبقى بالنسبه له انجاز دي حقيقه انا كنا بنتكلم انا وانت قبل الفاصل واتكلمنا مع بعض يعني انا من المدربين اللي, اللي, اللي النادي الاهلي اسم النادي الاهلي حطني على الطريق آه ان انا امسك منتخب باسم النادي الاهلي خليني احكي برضو انا بص اللي هيجي يقول لي حاجه انا بحذر اللي هيجي يحكي لي حاجه بره هقولها <applause> بقول لك كابتن كشري بدايتك التدريبية كانت رحت مسكت منتخب بره قال لي دي كانت حاجة عاملاها وزارة الخارجية وكان منتخب جيبوتي معوش مدرب فقال لك لا هنجيب مدرب مصري فراح قدم ولقى كل الأسماء اللي موجودة أسماء في الدوري الممتاز قال لي والله ده اللي قال بالحرف يعني قال لي انا رحت مسكت منتخب جيبوتي وترشحت بسبب احمد كشري بتاع الاهلي مش قلت لي كده حقيقه والله مم. شادي يعني انا ما رحت وقدمت السي في بتاعي لقيت اسماء قلت ايه ده ايه اللي انا بعمله ده ناس ماسكه في الدوري ممتاز وانا لسه مم. في اول طريقي فقلت من الصعب خالص يعني ان انا اروح الانديه دي عندهم خبرات اكبر مني